لا يخفى على الكل أهمية التعليم المتزامن وأهمية المشاركة، أنه نخلي الطالب engaged ويانا، بحيث أنه ما يكون فقط مشغل البرنامج والطالب يكون أصلا ما موجود ومو وياك. لذلك أكو أدوات نقدر نستخدمها، مثلا نستخدم البول، نستخدم كويزز، أسئلة تفاعلية، فهذه الأشياء راح تخلي الطالب يكون engaged with you. بداية طبعا المحاضرة نحكي بالبداية عن how to integrate مثلا جوجل ميت، الابلكيشن جوجل ميت، شلون نسوي له انتجريشن ويا اليونيفرستي ال ام اس اللي هو الليرنينج مانجمنت سيستم اللي هو عندنا احنا في جامعه جابر بن حيان، نستخدم جوجل كلاس روم. هاو تو انتجريت جوجل ميت وذ كلاس روم، راح نتعلم شلون نسوي له انتجريشن. طبعا عمليه انتجريشن جدا مهمه لعده اسباب. اولا انه تكون بيئه واحده، راح تكون عندنا الطالب ما راح يدخل اكثر من بيئه حتى تكون متفاعل وياه، راح يكون بيئه جوجل كلاس روم نفسها مباشره يظهر له رابط جوجل ميت او الزوم ويدخل للمحاضره التفاعليه الاونلاين. بالاضافه الى انه اهميه هذا الموضوع ان هو راح يكون داخل بحسابه الرسمي، حسابه الجامعي الادوكيشن، وبالتالي راح اذا تدخل اذا تاخذ الحضور مالته راح يكون بايميل الرسمي. فجدا مهم انه الرابط ما يندس بالجروبات ولا يندس بالفايبر، انه يكون انتجريتد ويا جوجل كلاس روم، وبالتالي يدخل الطالب على جوجل كلاس روم الخاص به ومن عنده راح يقدر يدخل على الجوجل ميت وراح يكون بحسابه الرسمي. إضافة إلى ذلك راح ندخل بالجوجل كالندر. جوجل كالندر يعني بزحمة العمل هسه والزخم اللي حاصل على أساتذة من محاضرات، عدة محاضرات، فمن جدا مهم أنه يستخدم هذه الجوجل كالندر اللي يوفر لك تنظيم لمواعيدك، تنظيم للقاءاتك، راح ينبهك وينبه الأعضاء اللي مشتركين وياك سواء طلاب أو تدريسين وياك يريدون يشتركون بالمؤتمر مثلا أو الندوة، راح ينبهها قبل ربع ساعة إن المؤتمر راح يبدي. فجوجل كالندر جدا مهم للتدريسي بتنظيم جدول مواعيده راح نتطرق له. إضافة إلى راح ندخل بالإكستنشنز الموجودة بجوجل ميت، لأن جوجل ميت إذا تستخدمه مباشرة من الموقع كثير من الأشياء ما يوفرها، فأكو إكستنشن تضيفها لجوجل كروم وبالتالي راح يتفعل هواي اشياء تفاصيل راح نشوفها خلال المحاضره. واخر شيء راح نتطرق له برنامج اسمه كويزز، هذا عن طريقه راح تسوي بولز وراح تسوي كويزز للطالب وبالتالي راح يجاوبك ويتفاعل وياك وتعرف مدى تحصيله العلمي من الدرس اللي انطيته للطالب. تحدثنا عن الانتجريشن، انه شلون نسوي انتجريشن للابلكيشن الموجوده. جوجل كلاس روم يوفر هذه العمليه، لكن طبعا احنا كجامعه وفرناها مباشره انه الجوجل ميت انتجريتد ويا الجوجل كلاس روم. اذا طب لك جوجل كلاس روم هسه راح نتعلم شلون نسوي الانتجريشن، لكن اكو برامج اخرى ايضا مثل الزوم. اذا انت مسوي مثلا جوجل كلاس روم بحسابك الشخصي، حسابك الشخصي تحتاج تضيف مثلا زوم تسوي الانتجريشن ويا جوجل كلاس روم. فشلون تسوي هاي العمليه؟ اكو فد موقع اسمه جي سويت ماركت بليس، شلون الاندرويد بلاي ستور، هذا جي سويت ماركت بليس. تكتب بجوجل جي سويت ماركت بليس يطلع لك هذا الموقع، تشوف هوايه من التطبيقات تقدر تضيفها وتسوي لها عمليه الانتجريشن. فمثلا زوم فور جي سويت تقدر نحمله وينضاف بشكل مباشر يصير انتجريتد. هسه خلنا اراويكم بشكل مباشر عملي، ندخل بشكل عملي حتى نطبق امامكم وبالتالي ما راح تكون عندكم مشاكل ان شاء الله. نشوف اذا اكو فد اوكي. نروح اول عمليه قلنا مساله الانتجريشن، نطبع على جوجل كلاس روم
ندخل طبعا حساب الاديوكيشن. بعد ما دخلنا بحساب الاديوكيشن نختار الكلاس اللي خاص بينا، نروح على هذه الجير بوكس، هذه العلامه هذه مال الاعدادات، مباشره نروح لهذا الميت. راح نقدر نلقى هنا فد ميت دوت جوجل، هذا الرابط الخاص بالجوجل ميت اللي المفروض تعطيه للطلاب. فنفعل هذا الخيار، ومن الممكن انه كل محاضره اقول له ريست. شنو فائده الريست هذه؟ مثلا اثناء المحاضره قد تكون الطلاب تعرفون مرات يدزوا بجروب، يصير يدخل الناس يعني غرباء او شيء، ولو احنا مثل ما قلنا اذا خلينا انتجريتد ويا جوجل كلاس روم بعد ماكو غرباء، الغريب اللي يدخل بعد راح انت تحتاج توافق له، اذا طب بغير ايميل مو ايميل الرسمي تحتاج توافق له يطب، ما يتوافق له ما يطب، لذلك راح يكون اكثر سكيورتي. ففعلنا هذا الخيار انه فيزبل تو ستودنت، نقول له سيف. هسه كل الستودنتس راح يشوفون انه اكو ميتنج، هذا الميت لينك وهذا الموقع. اوكي، اوكي. جوجل كالندر، نروح على جوجل كالندر. مثل ما قلنا انه هي فد اداه لاداره الوقت وترتيب الديلي تاسك الخاص بك، جدا مهمه. راح طبعا هو هذا الموقع https://calendar.google.com، هي احد تطبيقات جوجل. هذا التطبيق مباشره نقول لك كرييت، تحدد عنوان مؤتمر ليكتشر 1 ليكتشر 2، اسم المحاضره، اوكي، تحدد الوقت وتقول له اوكي، مباشره راح يتحدد عندنا. ايضا نروح اونلاين، نروح على calendar.google.com، هذا الجدول، هاي المواعيد مثلا، نروح على شنو يارد ساعة بالوحدة PM يوم 24، نضغط هنا، ها نقدر نعدل طبعا من وحدة PM لاثنين PM Tuesday November 24 مثلا Lecture 2، اوكي. هنا Add Google Meet Video Conference، هم صار انتجريتد ويا هذا Meet Google، فتلقائيا هسه موجود عندنا بهذا الموعد ان اكو جوجل ميت. بعد شو نضيف؟ نضيف اتاتشمنت، مثلا المحاضرات اللي نريد نعطيها للطالب بهذا اليوم، مثلا هذا الملف، اقول له هذا الملف، اقول له سيف. اوكي، هسه المحاضرات ذني من نريد نجي بيوم المحاضره نطب على هذا الموعد، مباشرة يطلع لنا هذا الرابط جوجل جوين وذ جوجل ميت، اضغط عليه مباشرة ايش راح يسوي؟ راح يحولني على الجوجل ميت، يشتغل جوجل ميت. نرجع هنا اكو بعد خيارات اخرى، edit event، هذا اذا اضيف بعد خيارات اخرى اللي هي مثلا guest، يعني فد اشخاص اخرين اضيفهم وياي بهذا الميتنج، حتى توصل له ايميل قل له جيتك هذه دعوه بخصوص الليكتشر 2 اللي هو راح يكون في الساعه الفلانيه وهذا اسمه، وراح ايش يسوي؟ وراح يدز لك نوتيفيكيشن قبل 10 دقائق من بدء الاجتماع، يعني هسه يوصل له انفيتيشن، وبيوم الاجتماع وبيوم المحاضره قبل 10 دقائق ايضا راح يدز لك. فهذه اهميه الجوجل كالندر. فمباشره هسه نقدر نقول له جوين وتنتهي المشكله. نرجع لمحاضرتنا، نجي لجوجل هانج اوت ميت. جوجل هانج اوت ميت اللي هو جوجل ميت هو مثل ما قلنا هو من سلسله جي سويت. الجي سويت ادمنستريتور المدير الخاص بالجي سويت اللي هو عندنا مركز الحاسبه يدير الاديوكيشن دومين هذا اللي احنا مشتركين به، يحتاج انه يفعل الميت للمنظمه هذه للجامعه، وهو مفعل لنا. اما انشاء الفيديو ميتنج، اذا نريد نسوي كرييت فيديو من جديد شو نحتاج؟ نحتاج جي سويت اكونت، كلنا عندنا حساب رسمي باسم الجامعه، عن طريقه نقدر نسوي كرييت فيديو ميتنج، اذا ما عندنا مشكله. النقطه الثالثه انه اذا جوين فيديو ميتنج، يعني الطالب يسوي جوين
أعتذر على القطع اللي صار بالإنترنت، ما أعرف هسه الصوت واضح. يا ريت تكتبوا لي على الشات. أوكي شكرا. عاشت فيكم. وصلنا أعتقد خبر أستاذ معاذ قال جوجل ميت، يعني جوجل ميت هانج أوت. جوجل هانج أوت قلنا أول شيء أنه هو اوكي جوجل ميت هانج اوت، اول شيء هو الادمنستريتور مال الجامعه، الادمنستريتور مال الجامعه راح يحتاج انه يفعل الجوجل ميت للموقع اللي هو مركز حاسب عندنا، نفعل هذا الشيء. ولانشاء الفيديو ميتينج نحتاج احنا كاساتذه نحتاج انه جوجل اكاونت اللي هو تحت دومين الجامعه اللي هو هم ايضا عندنا موجود ات جي ام يو، بحيث راح يصير جي سويت فور اديوكيشن. والنقطه الثالثه انه تو جوين فيديو ميتنج كستودنت، هذا ما يحتاج شيء، انه بس يحتاج ايضا جوجل اكاونت، او قد يكون جوجل تحت اسم الجامعه او تحت او 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 ايميل شخصي، جيميل شخصي. لكن الفرق هنا انه الايميل الشخصي راح يحتاج الهوست او الاستاذ يقبل الدعوه من يدخل هذا الطالب او يرفضها، اما اذا كان تحت دومين الجامعه فمباشره راح يدخل بدون اي اذن من الدخول. العفو صوره، يمكن المحاضرة ما موجودة، ما يعني الشير ما سوى الشير، أنا رجعت آسف، يعني هذه قطعة الإنترنت شوية خربطة. أوكي هسا واضحة المحاضرات، محاضرة جاي تطلع واضحة. أوكي أوكي هسه فعرفنا انه هذا الجوجل ميت هو يحتاج جوجل اكونت، واحنا عندنا ومتوفر، فلذلك نقدر نستخدمه بكل سهوله. هسه راح ننتقل في سؤال وجواب من عندكم، رايد بلا زحمه عليكم. هذا الكويزز، ندخل على هذا. هسه راح اشرح لكم على تفاصيل هذا البرنامج المفيد لكم، راح انطيكم هذا اللينك بالشات، بس دخلوا عليه ولو زحمه. هذا اللينك ارجو انه تدخلون عليه، هو عباره عن مجموعه من الكويزز او استطلاعات راي نريد نعرفها من الطالب، فندز له اللينك، بسيط جدا هو الموقع، نسوي في المحاضره، حتى المحاضره نقدر كلها نسويها بالموقع، او نقدر فقط الاسئله. فتحدد اسمك، الاسم قد يكون اسمك الصحيح او اسم يعني اي اسم، حددوا الاسم اللي يعجبكم ودخلوا بالموقع هذا. فراح تظهر كل القائمة من البارتيسيبنت هنا، ونقول له ستارت، بس خلي إذا تكون عدد شوية كم واحد بعد يدخل. هذا جدا مهم، يعني الأونلاين والتعليم المتزامن مثل ما تعرفون جدا مهم إن نخليه انجيجد ويانا، يعني ما نخليه فقط إنه مشغل له فيديو أشرح له وأتعب نفسي وبعدين هو أصلا ما متابع. فبنص المحاضرة تكون أكو أسئلة، بداية المحاضرة بنهايتها استطلاع رأي، يعني تبي تعرف مثلا شنو الأفكار اللي عنده بموضوع معين، مثلا هسه الأسئلة اللي راح أقدمها يعني أسئلة حول الكالندر مثلا، هل مستخدمه أنت قبل أو لا، فأريد أستطلع رأي الموجودين عندي المحاضرين، فجدا مهم بهذا المجال. راح نبدأ هسه ستارت. هل مستخدمين الجوجل كالندر قبل؟ مثل ما تشوفون امامكم الشاشة دا يصعد العدد منا ومنا، 2 يس و1 نو، 2 نو.
طبعا سوى ديسيبل للتايمر، اكو تايمر تقدر تخلي تايمر اند سوى ديسيبل، حتى اكو بعد عدد ما اي تعليق بك تزيد العدد. اوكي ننتقل للسؤال اللي بعده. هل مستخدمين جوجل ميت؟ اوكي 6 مستخدمين. شلون تجمع الأسماء الحضور؟ أسماء الحضور شنو الآلية؟ يعني كتابة، هاي اكتب لي كلمة مثلا جوجل فورم، تستخدم غير برنامج معين، اكستنشن خاص بالجوجل. اوكي مثل ما تلاحظون الآن الإجابات تظهر لنا بهذا الشكل. اوكي نكتب هذا القدر. خلاص هسه عندنا هذا طبعا قائمة بارتيسبنت، 12 واحد دخل. فيو ريبورت نقول له راح يظهر لنا كل الاجابات موجودة هنا، نروح على questions راح نشوف كل سؤال انه 3 بارتيسبنت قالوا يس لهذا السؤال، 3 قالوا نو، السؤال الثاني يس 6، نو 2، وهكذا. اما الاجابات بالنسبه للسؤال الثالث هو عباره عن اجابات فتظهر بهذا الشكل، جوجل فورم مثلا اللي جاوب واللي جاوب غير شيء وهكذا. فبرنامج كلش حلو، راح نشرحه بالاخير نطفه بيزك عن هذا الموضوع، في شيء بيزك عن هذا الموضوع. نجي نرجع لمحاضرتنا. هسه بالنسبه لجوجل ميت، إذا نريد نسوي join video meeting شلون نسوي؟ عندنا عدة طرق، مثل بالكالندر ندخل على الموعد اللي محدده سابقا ونقول له join مباشرة مثل ما شفناها. أول طريقة الثانية from meet مباشرة من الموقع الرسمي join a start، إما تدخل الكود أو هسه راح نشوف شلون التطبيق العملي، أو from mobile device إذا عندك أندرويد أو iOS تحمل تطبيق جوجل ميت على جهازك و تظهر لك اما نيو ميتينج اذا انت استاذ، او ميتينج كود تدخل اذا انت طالب تدخل لي الميت. عملية ادارة الفيديو ميتينج راح ندخل مباشرة بصورة عملية حتى ما اخذ من وقتكم، مباشرة نشرح عملية meet.google.com. هاي الطريقة اللي قلنا ندخل من الموقع. طبعا شوف الفرق، هذا هذا جوجل ميت حساب الجيميل، احول على حساب الادوكيشن مال جي ام يو، شكله حتى الشكل يختلف، واكو فاسيلتي ضايفيها لهذا الحساب join or start meeting. حدد اذا اريد اسم الاجتماع continue. شوفوا مباشرة غلق تطلع الصورة بالبداية، بعدين غلق المايك، وراح نتعلم شلون راح نغلق هذه الاثنين ذني، شلون نغلق قبل لا ندخل. فبنقول له join now راح ندخل بدون لا صوت ولا كاميرا، بعدين نقدر نفعل الصوت. أول ما تدخل الجوجل ميت راح يعطيك هذه الانفورميشن، هذه الانفورميشن اذا تريد تسوي كوبي دزها فايبر، دزها واتساب اذا تريد مثلا بجروب معين، صديق معين، او اد بيبل اذا تريد يوصل له ايميل انفيتيشن لهذا الشخص. مثل اي برنامج فيديو كونفرنس هو باتصال بهذا المايك اللي هو غلق وفتح المايك والفيديو.
هذه رايز هاند موجوده في هذا الحساب الجي ام يو، هسه داخلين جي ام يو موجوده هذه، اذا داخل جيميل العادي ما موجوده هذه الخاصيه رايز هاند. present now اذا تريد تعرض فد شيء معين your entire screen يعرض لك كل الحاسبه، مثل ما انا هسه عارض كل الحاسبه، اذا افتح جوجل كروم تظهر امامكم، اذا افتح الباوربوينت يظهر. اما اذا اقول له ويندو، فمثلا احدد فقط باوربوينت اريد اعرض لكم، فاقول له ويندو احدد حتى يعرض فقط شاشة الباوربوينت. فأنت إذا ويا طلابك ما تحتاج ال جوجل كروم، ما راح تعرض في موقع معين، فاستخدم الأول تستخدم الويندو. هذا قائمة بالحضور اللي داخلين هنا، و عندنا الشات إذا تشات تحدث ويا طلابك والطلاب يتحدثون، وهذا الشكل. نرجع للمحاضرة، هذا شكل مبدئي هسه، وراح نرجع ندخل بتفاصيل. Integrating Google Meet within different environment، يعني جوجل ميت، شوف الفائدة الحلوة به انه حتى ويا الجيميل من تفتحه، واذا انت عندك محدد بالكالندر فد موعد اجتماع معين، راح يظهر هنا جزء خاص بميت، انه start meeting اذا تريد تبدي اجتماع، اذا تريد join a meet، اذا عندك فد اجتماع اصلا مسوي بالكالندر راح تلقاه هنا هم سلسلة الاجتماعات اللي عندك بالكالندر فيذكرك. هذا هي هاي عملية الانتجريشن الموجودة بأكثر من منصة، منصة الجيميل بالكلاس روم راح مثل ما تعرفنا عليها انه نسوي الانتجريشن راح تظهر لكل الطلاب بهذا الشكل. ايضا اكو انتجريشن هاردوير مو فقط سوفتوير، هاردوير هذا يعني ما موجود ما شايفينه هنا، لكن هو في جهاز خاص تربطه بحيث اذا اكو اجتماعات ضخمة يعني راح يكون هاي ريزوليوشن، هذا هاردوير راح يوفر لك بيئة قوية هاي ريزوليوشن، صوت قوي، صورة قوية، وراح يكون أكثر طبعا ثيرد بارتي، هذا يعني أجهزة من شركات معينة تسوي لك جهاز حتى والميت يصير انتجريتد وياها. جوجل ميت كروم اكستنشن، هذا الاكستنشن اللي جدا مهمة راح نتطرق لها. طبعا chrome.google.com ويب ستور كاتبه، او بالانترنت بالجوجل اكتب مباشره جوجل ميت او كروم اكستنشن او جوجل ميت اكستنشن كروم اكستنشن كيفك، راح تطلع لك موقع اللي هو خاص بالكروم ويب ستور، او اكتب كروم ويب ستور يطلع لك موقع اللي هو هذه مجموعه من الاكستنشنز الموجوده عندك. هنا بحث تكتب جوجل ميت راح تطلع كل اكستنشن الخاصه بجوجل ميت، مثلا جوجل ميت بلاز، جوجل ميت بوش تو توك. فراح نتحدث اليوم عن الميت اتندنس، شلون نسجل حضور للطلاب، وايضا نتحدث عن الميت انهانسمنت، الميت انهانسمنت البي مثلا بوش تو توك، هذه انه نعطي فعاليه انه فقط يضغط سبيس تقدر تحكي، تضغط سبيس مره ثانيه ينسد المايك بسهوله بميوت وان ميوت للمايك، اوتو ميوت، اوتو جوين، اوتو فيديو اوف، مثل ما شفنا هذا كلش مهم، الاوتو ميوت مايكروفون والاوتو فيديو اوف. هذين طبعا يكون حتى الطالب، يعني الطالب يكون ينبه انه يحمل هذا الميت انهانسمنت سويت للكرومات حتى من يدخل مباشره هو ميوت بالنسبه للمايكروفون وبالنسبه للفيديو. فاول محاضره يعني لازم تكون تعليمات ويا الطلاب، هواي اشياء طبعا احنا شفنا اخطاء صارت بالعام الماضي والعام هذا، يعني يجب ان تحدد كل التعليمات الخاصه واللي ترغب بها حتى وقت المراسله، مثلا الاستاذ تذكرون تشوفون يمكن بالثنتين بالليل توصل لك رساله، فهذه الاشياء لازم تحدد من قبل تدريسها طبعا في بدايه اول محاضره. الدول ليس هذا هسه نشوفها شلون نقسم الشاشه، يعني هسه انا فاتح مثلا جوجل ميت وبنفس الوقت اريد اشوف الاعضاء الحاضرين طلابي، اريد اشوفهم وبنفس الوقت اريد اعرض لهم الباوربوينت، فشلون اقسم الشاشه بحيث تظهر لي الطلاب الموجودين وبنفس الوقت تظهر الباوربوينت الخاص بي، اسمها دوالس. خلينا نشوف هسه نتجه بالاونلاين. بدايه قبل لا نروح للاكستنشن، اذا اريد اشوف الاكستنشن الخاصه بي بجوجل كروم اللي منصبها، شلون اروح؟ نضغط على هذه النقاط سيتنج، نروح على الاكستنشنز، راح نلقى هنا مجموعه من الاكستنشنز المنصبه بالكمبيوتر. اوكي، مثلا عندنا هذا جوجل ميت بوش تو توك، اذا ما منصب جوجل انهانسمنت اللي قلت لك عليها، هذه جوجل ميت بوش تو توك، ها
هذه سبيس تفعل سبيس، لكن متى تحتاج بعد راح نعطي بعدين شفت انه هذه اكو اكستنشن افضل من عدم تعطي اكثر من خاصيه فراح نشرحها اليوم. فهذه اذا المنصب عندنا، اذا اريد لا انصب شيء جديد افتح الجوجل اكتب ميت اكستنشن عفوا كروم اكستنشن، يظهر ان هذا سوق كروم بالانجليزي او بالعربي، ادخل على هذا الانجليزي هذه الاكستنشن نكتب مثلا جوجل ميت اوكي انتر، اقول له اظهر لي بس الاكستنشن، اكو ثيمز اكو هاي اشياء تفاصيل خاصه بالكروم فاريد فقط الاكستنشن راح يظهر لي يعني جوجل ميت بلس جريد فيو. احنا ايش نحتاج؟ انا اللي منصبهم واللي راح اعطيكم نبذه عليهم، نحتاج اول شيء الجريد فيو هذه الاسود، اكو هواي جريد فيو اكو هذا مجربته انا جوجل ميت جريد فيو اوكي، وعندنا بعد الاتنديز، الاتنديز علامته احنا راح نشوفه هنا نقدر نكتب اتنديز اوكي علامته هو مثل التفاحة تقريبا اوكي، خلينا نشوف هسه هنا المنصب هنا انا عندي ميت اتندنس هذا والجوجل ميت جريد فيو، جوجل هذا العلامه مالته جوجل ميت جريد فيو جوجل ميت انهانسمنت سويت والدول ليست، هذين راح نشرح عنهم. فمباشره اي شيء يعجبك من هذني نكتب اتندنس ميت ما ادري لانه منصب ما جاي يظهر هذا جوجل ميت اتندنس هذا ادد اوكي هذا ريموف فروم كروم، اذا 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 ما منصبه راح تطلع انستول، فقط تدوس على انستول مباشره راح يتنصب عندك وراح تطلع عندك هذه العلامه حاليا رماديه لان ما فاتحين جوجل ميت، بس تروح على جوجل ميت راح تطلع بشكل هذا الاحمر اوكي هذا جوجل ميت. نجي نشرح على وحده بالبدايه، خلينا نشرح على الجريد فيو. الجريد فيو مثلا عندنا طبعا جوجل ميت فور ايدوكيشن يسمح لك 250 طالب، اما اذا تستخدم الجيميل الخاص بك تقريبا 100 فقط يسمح لك، اما فور ايدوكيشن اللي هو بحسابك الرسمي مال الجي ام يو يسمح ب 250 طالب. فنريد نشوف كل الطلاب خصوصا بالامتحانات يفتحون كاميراتهم راح تطلع هنا كمربعات حتى لو 250 طالب او يعرض لك اعتقد 50 طالب فقط ما يعرض كل، وتقدر تتصفح يعني بيجز يعني تقلبهن اوكي. يعني ما قدرت اشوفه في تطبيق عملي، شفته يعني بيوتيوب لكن يعني ما طبقته لحد الان مع طلابي. هذه الجريد فيو تقدر بها عده خواص، انه اونلي شو بارتيسيبنت وذ فيديو، فقط اللي فاتح فيديو يعرضه، هايلايت سبيكر اذا شخص يحكي يسوي له هايلايت، تضمن نفسك بالجريد او لا، و انيبل جريد فيو باي ديفولت، باي ديفولت انه يتفعل الجريد فيو بس هو مفعل اوكي. هذا الجريد فيو. الشيء الثاني الانهانسمنت هذه قلنا عليها جوجل ميت انهانسمنت، بوش تو توك هسه مفعله مباشره، فقط اضغط السبيس يفتح المايك مباشره بكل سهوله، فهذه تعطي سهوله بعمليه الميوت والانميوت للمايك. بعد شنو عندنا الاوتو جوين ذا ميتنج اوتوماتيكلي، هذا يسمح للبارتيسيبنت انه مباشره يدخلون. كويك ليف شيفت كي مباشره ليف، هذه اختصار ما نحتاجه. ليف كونفرميشن انه اذا بالغلط دست ليف فهو يقول لك كونفرميشن قبل هذا انه اكيد تريد تغادر. اوتو ميوت اوتو فيديو ذا اللي مهمات قلنا عليه، انه اول ما تدخل راح يكون فيديو اوف وميوت اوكي، هذني الاشياء المهمه. باقي باك جراوند واشياء هايد نيمز اوكي مو مهمه، تقدرون تجربوها انتوا ايضا. عندنا الدول ليس، هذه الدول ليس نختار شنو الحجم اللي نريده، نريده 7 الى 3 6 الى 4 5 الى 5 مثلا 7 الى 3 اوكي
فهسه انا هذه الشاشه مالتي اللي مثلا اذا فاتح الجريد فيو طالع مثلا هنا 50 طالب عدي يشوفهم امامي ماكو اي اشكال، وهذه الصفحه اللي اريد اعرضها للطلاب مثلا موقع رسمي معين اريد اعرضه للطلاب او صفحه الباوربوينت مثلا. اوكي فتقسمت الشاشه، فهسه من اقول له شير من بريزنت ناو شو اقول له؟ ما اقول له انتاير ويندو انتاير سكرين، اقول له ويندو. اوكي وهذه الويندو احددها هو هذا الموقع. اوكي احدد هذا الموقع فراح يظهر للستودنت، راح يظهر كانه انا كانه فاتح له هذا. اي شيء اشوفه هنا ماكو مشكله ما راح يظهر عنده، فراح يظهر فقط هذه الجهه، وكل الطلاب قدامي راح اشوفهم واقدر اتفاعل وياهم. بعد الدول بعد الشيء المهم ايضا عندنا الاتنديز. الاتنديز فقط اروح على البيبول مباشره راح يخزن ملف اكسل شيت كل الحضور الموجودين عندي. هسه ادخل، اذا دخلت على هاي الحمراء هذه علامه الصح اوكي راح يفتح لي هذا الفايل اكسل، هذا باسماء الحضور راح تظهر هنا، يا ساعه دخل يا ساعه طلع والفتره اللي بقى بيها. اوكي هذه راح تظهر بهذا الشكل. طبعا هذا ملف اكسل تقدر تحمله، تقدر تسوي له شير، تقدر كل شيء تسوي بعض، ملف اكسل صار خاص بك. طبعا اثناء المحاضره بالنهايه نقدر كل ما هذا نسوي مره ثانيه، يعني طبعا ورا 6 دقائق لازم يعني فتره، انه كل ما ادخل للبيبل اشوف اليوزريه هنا راح يتحدث هذا الجدول، راح يتحدث اذا اكو احد دخل اذا اكو احد طلع راح يتحدث. فمن ادخل مره ثانيه اذا افتح الاكسل راح يصير تحديث بالوقت، يصير منو دخل جديد منو خرج. فبنص المحاضره اقدر اسوي بدايه المحاضره بنص المحاضره بنهايه المحاضره نشوف كل واحد ايش قد بقى الفتره اللي بقى بيها، هل هو فقط سجل دخول وطلع. فبي خاص جدا مفيده وتفيدنا. اوكي استاذني خلصناهم تقريبا الجوجل ميت انهانسمنت اتندنس. اوكي اذا ضمن الاكستنشنز المفيده بجوجل ميت خلصنا محاضرتنا على ما اعتقد، واعتذر اذا على الاطاله، وشكرا جزيلا لاصغائكم، اتمنى استفادتوا ويكون انه ما صار انقطاع بالصوت غير الانقطاع اللي صار ان شاء الله. اسم البرنامج هو ممكن اعرض هذه الفقره رجاء فقره الموقع، زين ذكرتوني صحيح انا ردت اشرح على البرنامج الكويزز ما شرحته. نرجع لبرنامج الكويزز. كويزز هو هذا quizzes.com. سجل تسجيل بالبداية طبعا تسجيل عادي يعني بإيميلك الشخصي بإيميلك الجيميل، قل أريد أشترك بإيميلي مباشرة راح تدخل على هذه الصفحة ما في أي مشكلة، يعني مباشرة يسوي لك إنشاء حساب بإيميلك الشخصي حتى ما يحتاج تسوي إيميل يعني إيميل يعني بأكاونت باسمك أو شيء، لا بس هو يتعرف على الجيميل مالتك مباشرة راح تدخل بحسابك وراح يصير عندك هذه الكنترول أريا نانا. فعندنا الماي لايبراري هذه الاشياء اللي انا نسويها مثل ما شفنا انه اذا ردنا نفعل شيء الكويز اذا بدي افعله للطلاب ادخل على ماي لايبراري، انا معد مسبق طبعا فادخل عليه مباشره واقول له ستارت ا لايف ليسن بريزنت. اوكي تظهر لي هذه شاشه شير ا لينك مثل ما سويته قبل شويه، قلت له كوبي لينك ودزيت لكم اياه انتم دخلتوا عليه. بعد ما دخلتوا راح يطلع عندنا هنا كل الـ participants. اوكي ونقول له start. اوكي بعد ما اقول راح اسمي لازم participants يلا اقول له start، ومباشرة بعد اقوم اتصفح بالاسئله واحده ورا الثانيه وبشكل متسلسل وتظهر سؤال بعد سؤال. نرجع هسه نشرح شلون نسوي create quiz. اسم الكويز تيست هسه هذا باختصاص مثلا next. صار عندنا هذه الخيارات، عندنا multiple choice 3 check box fill in blank open ended، يعني خيارات مثل هذا السؤال الثالث اللي اعطيتكم اياه والبول. اوكي فاذا قلنا بول نانا هاي نحدد الانسرز اللي نريدها، شنو السؤال بالضبط، نكتب اسم السؤال الانسرز اللي عندنا 1 2 3 4. اوكي ونقول له سنكتب اي شيء هنا، شفت يظهر لك مباشره عارض على اليمين
هذا صورة بريفيو حتى تشوف شلون راح تظهر الإجابات. نقول له سيف. 30 سكند طبعا محدد 30 سكند لكل هذا السؤال، أقدر أزوده أقلله وهكذا. أوكي. New question، إذا أريد سؤال ثاني multiple choice، multiple choice أيضا نفس الطريقة وهكذا. وتقول له بالأخير done. Quiz details، تخلي صورة، add title image، يعني أشياء إضافية، select grades، الجريد من 1 إلى 10 مثلا، ترتيب هذا الطالب الأول الثاني الثالث، كل واحد حسب الإجابات مالته. أوكي خلينا نخليها هسه أي شيء سيف. أوكي صار عندنا، طلعت هذه الشاشة من ماي لايبرري نفسها، نقول له ستارت ألايف كويز ونفس الحالة راح تظهر عندنا. الريبورتات اللي سابقا نسويها، ندخل على الريبورتس. هذا 2 minutes ago 16 hours ago، هذا عندنا الريبورتات اللي مسويهن. شكو participant دخلت عليه، شكو كويز سويته راح يظهر هنا بالريبورت. اوكي هذا هنا عندنا 12 participant اللي هو هذا اللي سويناه قبل شوية وياكم، هذا ويا راح تظهر كل الاكيورسي قد عجبني، اذا اكو اجابات صحيحة او خطأ فنحدد احنا انه ايش قد الجريد اللي يعطيه، ايش قد السكور، ايش قد اشياء كثيره تفاصيل تدخل. يعني هو يوزر فريندلي هذا الموقع، يعني مو صعب، يعني تقدر تتبحر بيه تشوف كل تفاصيل اخرى حتى انا ما اعرفها، يعني قد تكون انه تقدر تتبحر بيه وتعرف شنو اشياء اخرى تقدر تضيفها. هذه الكويشنز قلنا اذا دخلنا راح نشوف كل سؤال ايش قد بارتيسيبنت قالوا يس قد نو وهكذا. شكرا جزيلا لاصغائكم، اتمنى انه استفادتم هذه المحاضره، وتمنياتي للجميع بالموفقيه في السنه الجديده، وان شاء الله الموفقيه والصحه والعافيه ان شاء الله امشي. وشكرا جزيلا لكم. ما اعرف اذا اكو اسئله، نشوف نفتح باب النقاش اذا اكو اسئله. كنديز الثانية، إذا أكو أسئلة على الشات هم، إذا أكو أسئلة على الشات يعني أنا جاهز إني أجاوبها. إذا أكو أحد عنده أي سؤال يحب يوجه صوتي أو بالشات، بس فتحت التسجيل الأسئلة الصوتية اللي حب يشاركنا بسؤال معين، عنده استفسار معين، مستعد أجاوبه. فقرة تسجيل الحضور، كاتبين تسجيل الحضور، فقرة تسجيل الحضور، إعادة فقرة تسجيل الحضور. فقرة تسجيل الحضور كلش بسيطة، يعني ما بها أي شيء، إنه مباشرة أنا بعد ما نزلنا هذا البرنامج، هذا البرنامج اللي هو الاتنديز، مباشرة فقط أدخل على الشات، فقط أدخل على الشات أوكي، أو أدخل على شو إيفريوان، راح أظهر اليوزرية، هو مباشرة راح أخذه بعد تسجيل الحضور، تسجل يعني كل شخص داخل باسمه طبعا، داخل بإيميل رسمي، إيميل رسمي مسجل باسم، اسمه صحيح مو أسماء وهمية، أوكي، فمباشرة راح نلقاه هنا مخزون بهذا، هذا القائمة. طبعاً هنا ما شرحت لكم هذه الفقرة، إنه أكو هنا إذا كان new spreadsheet ملف جديد يفتحه بداية محاضرة مثلاً تسوي، وقد تسوي add sheet يعني يضيف sheet داخل الشيت، أوكي، مثلاً سنضيف ذني، أوكي، ندخل هسه للملف اللي سويناه. راح نلقى هذا السبريد شيت، اوكي، وراح نلقى هنا مجموعه من الشيتس داخليه، هذا وهذا، اوكي، اكثر من شيت داخلي. يعني احنا كبدايه، بدايه محاضره نستخدم النيو سبريد شيت، وبعدين نقول له مثلا اد شيت اذا اردنا بنص المحاضره، اوكي، بنص المحاضره نقول له اد شيت، وبعدين فقط من ندوس هذه على البيبل تتحدث الصفحه، واذا تلاحظون هذا السهم يتغير، يطلع سهم هنا، وسبب دسنا بيبول اكو سهم طلعنا انه حمله،
صار تحميل جديد والملف تغير، فنضغط عليه راح يطلع لنا البرنامج بهذا الشكل. اوكي هذه الفقرة. نشوف اذا اكو احد بعد عنده سؤال. منين انزل اكستنشن؟ الاكستنشن مثل ما قلنا جوجل، بالجوجل اكتب اكستنشن جوجل كروم اكستنشن. اوكي نعيد هالفقرة، كروم اكستنشن راح تطلع لنا هذه الاكستنشن كروم ويب ستور، وندخل اسم الاكستنشن او بس نكتب جوجل ميت او واتساب او عفوا زوم مثلا. مثلا زوم شكو ابلكيشن خاص بالزوم مثلا راح يطلع لك زوم سكجول مثلا، هذا برنامج الظاهر يسوي سكجولنج للزوم. اوكي فكثير من التطبيقات موجوده ميت. اوكي ميت طبعا هنا نقول له بس الاكستنشن عرض لي، راح يظهر لي كل فقط الاكستنشنز. اوكي بهذا الشكل فجدا بسيطه، فقط تبحث بجوجل انه كروم ويب ستور يطلع لك الموقع، تفتحه وتنزله مباشره، فقط تضغط على اسم الشيء اللي تريد تنزله وتقول له انستول. نفتح شيء ما منزلي حتى اراويكم، بس مثلا هذا اد تو كروم، اد تو كروم مباشره راح ينضاف لكروم. خلاص يظهر هنا رمز جديد حاله حال الرموز ذني. اوكي اي بوقت اي نعم بوقت اخر اثناء المحاضره راح يصير شيء جديد داخل السبريد شيت، داخل ملف مالتك الاكسل راح يصير شيء جديد باسماء اللي دخلوا مثلا جدد اللي طلعوا، وهذا راح يصير كشيء جديد. اوكي يعني ما يحدث فوقه. انتم جربوها، جربوها عمليا ويا الطلاب او ويا يعني اكثر من احد داخل الموضوع. انا هم ما كنت استخدمها، يعني تعرضت عليها هاي السنه ان شاء الله نستخدمها. العفو يعني ان شاء الله تكون استفادت، ومن يعني ما شاء الله ما يعني ما كنت سريع او هذا الانقطاع اللي صار طبعا اعتذر عنه. واذا اكو اي سؤال هسه طبعا الكويشن اند اي سيشن از لايف حاليا، يعني اللي يحب يسالهم صوتي موجود متوفر. واذا عندكم اي اسئله او استفسارات هسه هم موجود، واذا ما عندكم يعني بعد نترخص بعد كيفكم. العفو استاذ، شكرا جزيلا دكتور. تسجيل ان شاء الله ننزل ان شاء الله. العفو استاذ معاذ.